فبيختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته الساعة 8 مساء اليوم في استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة غانا غدا الساعة 8 مساء باستاد القاهرة في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 واللي بتستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وبيضع شوقي غريب المدير الفني خطة التأهل للدور الثاني في حالة الفوز على غانا دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب الكاميرون والمقرر ليها الخميس اللي جاي، حيث يتصدر الفراعنة قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم مالي في المركز الرابع والأخير برصيد خالي من النقاط.